اخر حاجه خالص هنتكلم عليها في الفوري ترانسفورميشن هو هاو تو اوبتين الانفرس. الانفرس هنا في غايه البساطه اللي هو معتمد على ديواليتي بروبرتي. ديواليتي بروبرتي معناها ان انا دلوقتي الفورورد الانفرس الاثنين ديوال، كويس، وكنا لقينا من الكونديشن بتاعنا في الجزء بتاع الديواليتي دوت ان احنا عندنا لو عندنا توايس باي اكس اوف اوميجا بتروح الناحيه الثانيه الاكس اوف ماينس تي. اوكي، فبيسيكلي احنا ممكن اللي نعمله ان احنا يعني بكل بساطه لو احنا عندنا الفانكشن بتاعتنا اوف اوميجا اللي هي الانفرس فوريه ترانسفورميشن بتاعنا، هنعمل نفس الحاجه اللي كنا بنعملها بالظبط في الفورورد فوريه ترانسفورميشن. اوكي، ومفيش اي اختلاف خالص، يعني الفرق الوحيد اللي هنا ان احنا بدل ما كنا بناخد اكس اوف اوميجا ونروح بيها يطلع لنا ترانسفورميشن وخلاص كده، لا ده احنا هناخد الترانسفورميشن يطلع لنا ده نحط فيه الناحيه الثانيه ماينس تي. اوكي، فهي فعليا البروسيجر بتاعه الانفرس فوريه ترانسفورميشن مش هنلاقيها مختلفه كتير عن الطريقه اللي كنا بنحسب بيها الفورورد فوريه ترانسفورميشن. فده طبعا في اختلاف كبير بينه وبين اللابلاس ترانسفورميشن اللي كان معتمد اساسا ان انا باخد الفانكشنال فورم بتاعي اللي هو في شكل راشنال فانكشن وكنت بعمل لها بارشل فراكشن اكسبانشن. هنا مش محتاج نعمل كل الكلام ده. اوكي، كل محتاجين نعمله ان احنا برضو من التيبل هنشوف الانفرس فوريه ترانسفورميشن بتاعنا او الترانسفورميشن بتاعنا اللي موجود عندنا ده الفانكشن فورم بتاعته عامله ازاي، ونستعمل الديواليتي بروبرتي علشان نقدر نجيب التايم فانكشن. وكل اللي بنعمله احنا بنغير بس التايم فانكشن تبقى مجرد انها تبقى ايه، هتبقى انفرتد، هتبقى عباره عن ريفلكتد تايم فانكشن، هيبقى عندنا ماينس تي بدل عندنا تي. اوكي، لو احنا بصينا على الفانكشن فورم بتاع الانفرس فوريه ترانسفورميشن نلاقي ان هو ده اللي بيقوله لنا بالظبط، ان احنا لو حطينا في الفانكشن فورم ده حطينا بدل تي حطينا ماينس تي هنلاقي نفس الفانكشن فورم موجود بالظبط. طبعا هنلاحظ ان في اختلاف صغير برضو اللي هو توايس باي، يعني توايس باي دي مش مهمه قوي، بس يعني عامه الحاجه الاساسيه هي ان الفانكشن فورم بتاعي اللي موجود هيبقى هو بس ريفلكتد فيرجن من التايم فانكشن اللي بجيبها من التيبل. اوكي، فالجزء دوت احنا في الانفرس فوريه ترانسفورميشن مش بنعمل حاجه مختلفه عن الفورورد، احنا مجرد ان احنا بنستعمل نفس الكاركترستكس الموجوده عندنا في التيبل او نفس الفانكشن الموجوده عندنا في التيبل عشان نحسب الانفرس زي ما كنا بنحسب الفورورد فوريه ترانسفورميشن بالظبط.